صباح الخير من جديد، انتوا لسه معانا في صباحك ومطرحك على راديو 90 90، ولسه دايما موعدنا من الاحد الخميس من 7 ل 10 صباحا. تيك توك وهذا الكيان اللي بقى خلاص الناس كلها يعني قاعده عليه 24 ساعه، وكورونا علت اسهمه وارصدته جدا، وبتلاقي عليه حاجات حلوه جدا، وبتلاقي عليه حاجات غريبه جدا، وبتلاقي عليه حاجات مفيده وحاجات دمها خفيف، وتلاقي حاجات مجرد ما بتشوفها بتقفل. لو بتدخل بقى وانت تيك توكاوي يعني هتتكعبل في فيديو 2 3 اكتر لجوز كده، يعني دايما تلاقي اب كده جميل وبنته القمر والاسره زهره والاسم خالد الكابيتانو والنجمه الصغيره اسمها جودي، وهما مسمين نفسهم كده في لقب الاب الفرفوش. طيب احنا قلنا يعني دخلنا نشوف الحكايه، فلقينا لا حاجه جميله واسره ظريفه ومفيش اي حاجه تزعل، وبالعكس بيحترموا كل الناس اللي بتتفرج عليهم، فقلنا ان نجيبهم النهارده. صباح الفل، انا عايزك بقى تشد المايك كده قدامك كده يا استاذ خالد، ويعني ايه عشان هنتخانق الاول. بص لا بص، هو ترفع كده شايف شايف الامكانيات. تمام. طيب ازاي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام زي الفل الحمد لله. جودي. طبعا ربنا احنا اسمك مبسوطين جدا ان احنا معاك، ده شرف لينا بجد هنطلع مع استاذ احمد يونس. شرف لك بيه قوي يا ولد. لا دي حاجه والله بجد، ان شاء الله تبقى حلقه جميله ان شاء الله. ورايا ربع حلقه. ازيك يا جودي؟ الحمد لله. ايه العسل ده؟ تسلم، انت اللي تسلمي، ربنا يخليكي. لا ما تتكسفيش، انا هتعلم منك الجرأة النهارده. انتوا الحكاية، انتوا عيلة لطيفة جدا، وزي ما بقول من شوية تيك توك فيه حاجات غريبة كتير، لكن انا بشوف ان انتوا لا بتعبروا عن البيت المصري ببساطته جدا، بخفة دمه، بشوية حاجات قيم واخلاق بتعملوها كده بمنتهى البساطة. فاحكي لي الحدوتة يا استاذ خالد. البداية جت من جودي ايام ميوزيكلي، اكيد فاكر هي تيك توك قبل كده كان اسمه ميوزيكلي اصلا. تمام. فهي كانت بتعمل هي وعمها اخويا عمرو صغير. تمام. فانا كنت انا بقى راجل كبير بقى متجوز وعندي عيال، ايه اللي انت بتعمله؟ انا مال انا بال ايوه ايه ده مالك؟ وانا كنت بطري عليهم على طول. شوف ازاي يا اخي دلوقتي دلوقتي اخويا بيتفرج عليا وانا جودي انطلقنا يعني. بس هي جت القصه من جودي، وقعدت تقنعني لحد ما بدانا دخلت. كنت فعلا خايف ان تيك توك زمان كانت سمعه، اللي انت فاهم تيك توك انت ايه ده انت عم تيك توك، فكانت حاجه يعني تحس ان هي خلاص بقى هو حاجه ابلكيشن موجود وليه نجاحه بالزبط. وهو ما يلامش في ان في حاجات غريبه، هو كل واحد هو بيعبر عن نفسه في الاخر. فانتوا اخترتوا ان انتوا تقدموا ايه؟ يبقى هي دي الفكره، المحتوى الاسري المحترم اللي هو الكوميديا الهادفه اللي هي فعلا تخش كل بيت مصري. احنا لما دخلنا يعني كنا بنفكر دايما ان احنا نعمل حاجه تخش كل بيت. الحمد لله النهارده لما اب او ام يشوفوا ابنهم جاي بيجري يتصور معانا بيبقوا فرحانين، عكس مثلا ما يكون حد المحتوى بتاعك مش كويس في مزاحمه، فتلاقي الموضوع اختلف تماما مع الناس. فالحمد لله الحمد لله احنا وصلنا للنقطه، اللهم لك الحمد فضل ربنا، ان احنا النهارده فعلا مش عارفين نمشي بسبب المحتوى الحمد لله المحترم. لا والله دي حقيقه، المحتوى المحترم بيفرق جدا والله. يعني انت حاطط في دماغك حتى لو هو حاجه من باب الترفيه انها لازم تبقى حاجه بتخاطب الاسره، لو عايز ابقى ترند ما تزعلش حد. في 100 ترند ترند طلع اقلع حجاب بتاع. طيب كلميني عن نفسك بقى يا اختي جودي، انت كام سنه الاول؟ انا يعني 10 شويه. مش شكلك يدي 6 الحقيقه، مكبره نفسك. سبعه حلو. ايه الحكايه؟ سمعت ان انت التيك توك خدك على افلام وناس بيكلموكي مش عارف الموضوع ده، موضوع النجوم الكبار بيكلموكي عشان تدخلي افلام؟ والله كلامك كبير قوي على مين اللي كلمك بقى من النجوم؟ مين اللي عايزك بقى معاه في شغل بقى؟ هو يعني ان شاء الله قريب، يعني ان شاء الله ممكن احمد حلمي وتامر حسني الاثنين مره واحده. طيب تمام ده انت جامده. وايه كمان؟ وادل ايه اللي انت حباه في انك تقدمي فيديوهات على تيك توك؟ دي حاجة من فيه وانا صغيرة، يعني انا كنت واقف قدام المراية ووقتي كله كنت قدام المراية، فانا بحب اعمل يعني. بتقفي قدام المراية تعملي ايه بقى؟ تغني ترقصي؟ لا وانا صغيرة كنت مثلا كنت اجيب حاجات واحطها على وشي واقعد امثل حاجات كده. يعني مش عارفة ليه كنت الاقي نفسي بعمل حاجات غريبة وبمثل كده مش عارف، بس طلعت حابة الموضوع يعني. يا سيدي لا انا عايز اسمع كمان، احكي لي وبعد كده عملتي ايه بقى يعني؟ بعد كده نفس بقى البابا قالوا بدأنا محدش كان مقتنع بالكلام ده، وكده الحمد لله ربنا كرمنا هما لحد دلوقتي اللي هو ايه انتوا كنتوا بتعملوا ايه بقيتوا فين يعني؟ الله الله، ما كانوش مقتنعين ايه تيك توك ده يعني. طيب قولي لي بقى، انت دلوقتي مشهوره صح؟ اخبار الشهره معاكي ايه؟
يعني بتضايقي كده لما تحسي ناس خالص؟ لا لا، لما الناس تقابلك بقى وانت لسه جميله كده وعشر سنين، وانا مش مصدق ان 10 سنين بس تمام، يعني وانت صغيره كده ويقابلوك عايزين اتصوروا معاك يا جودي انت نجمه من التيك توك بقى. هم انا اصلا بلاقيهم كده بيقربوا عليا فبقول لهم تعالوا. ايوه انا تعالوا. انا انا لو انا تعالوا هم اصلا بيقولوا لي مش عارفين يتكلموا هم لو هو انت، انا اقول لهم ايوه انا تعالوا اتصوروا. كلامك كبير قوي دي، انا مش عارف اتعامل معاك بصراحه، بس انت يعني فظيعه فظيعه. طب انا عايز حاجه، لو حبيت تعملوا حاجه مع بعض كده ممكن تجهزوا لنا حاجه في الفصل وننطلق بيها؟ لو عايز دلوقتي على طول انا جاهز. لا احنا هنروح فصل وهنرجع تاني علشان حضرتك عاوز تطلع لايف برضو من عندك، مفيش مشاكل خالص. وانا عايز اقول اللي بيسمعونا بقى ان راديو 9090 النهارده قرر ان احنا خلاص ننطلق على تيك توك، ويبقى لينا الاكونت بتاعنا اسمه راديو 9090. يلا كله بقى اعمل فولو حالا، اي ال ار اي دي اي او 9090 حالا. يلا كلنا نعمل فولو للراديو 9090 على تيك توك. جودي عايزك تكتبي لي موضوع تعبير حالا عن ان انت تخيلي نفسك ان انت كده مديره شركه كبيره والبيزنس بقى بتاعك، اكتبي لي موضوع تعبير عن حاجه زي كده. انا مديره؟ ايوه انت المديره. طب اهو انت بتمرها ليه يا استاذه؟ هو مش اي مدير شركه عندها سكرتيره؟ بالظبط، انا السكرتيره بتاعتي تيجي تكتب لي. لا بجد سكرتيره سكرتيره. اه بجد والله؟ ايوه. حد يعدني يا جماعة حاجة كده بسيطة سريعة. انتوا ده اللي بتعملوه كله ارتجال يا استاذ خالد؟ اه طبعا. لا ولا همك ولا همك ولا همك، ما يهمكيش يا جودي احنا متحملينك. او احنا والله بصي احنا عشانك هنفوت حاجات كتير على فكرة. كل اللي انتوا بتعملوه ده ارتجال. بالظبط صح كده، يعني ده بيبقى في الموقف يعني. اه هي انا بفهم الفكره. وهي تبدا بقى تتعايز بقى مع الموضوع. انا مش بقول لها تمشي تقول واحد اتنين، لا انا بقول لها تخيل ان انت مديره شركه. طريقتها هي تطلع الموهبه اللي عندها. طب لو انا عايز اسمع منك جزء من فيلم بطريقتك مثلا ينفع ولا صعب؟ بس هو يعني هو مشهد. أيوة. طويل سيكا، بس سيكا لازم يكون في اتنين. بصي قولي جزء، مش لازم تقولي سيكا، يعني قولي اي جزء وانا معاكي. المشكلة هو باتنين. طب هو اللي انت عملتيه اللي خد الترند ده لسه منزلاه. طب بصي اعتبري ان في حد موجود وقولي الدور بتاعك، ويعني كان في حد صامت. تعرفي تقولي الدورين؟ ما المشكلة مش انا حافظة الدور بتاعي اكتر. قولي دورك انت وخلص، واحنا هناخد الزقيف بعض. انا كنت خيارة وسكينة. الله اكبر، معلش احنا راديو بقى، معلش بحاول. ماشي يلا شوية. يعني ماسكة تليفون. اهلا يا مدام ناهد، وصل الغاز ولا وصل النور؟ وصلت نور على السفرة، بس وصل الغاز في درج البوفيه. حاضر ماشي، 9452611212. وانا ليه اروح؟ انا كده كده لمحت الصبح وانا بفقش البيت. حاضر خليكي معايا على التليفون ثانيه واحده. انا راح اهو، راح على السفره، انا بتمشى هون، راح على السفره، راح اجيب الوصل. يا المشوار مشوار طويل قوي، ربنا يوسع عليكم. انا جيت اهو يا مدام ناهد، خدي الرقم اهو، 9452611212. ايوه طبعا متاكده. مصدق ان انت عندك 10 سنين بجد. استاذ خالد يعني احنا التيك توك ده عالم ودنيا، فيها الحلو فيها مش حلو. النقد دايما يعني ممكن يكون احيانا الناس جرحه شويه، تعاملوا معاه ازاي؟ وخصوصا ان الموضوع فيه طفله. يعني زمان كنت بتعامل، ده مش هتعامل اللي هو بقى يعني زمان الاول كان لما كان بيجي لي كومنتات. هي بص على العموم ان انت في الاول لما بتبدا في السوشيال ميديا في ناس ما تعرفكش، ممكن تلاقي كومنتات سلبيه جدا كتير. لان كمان طلع معايا زوجتي بتطلع معايا واولادي. في الاول كنت برد، بس برد باحترام والله. كنت بقول مثلا طب ايه اللي انتوا عايزين نعدل فيه، وممكن لو في حاجه نطور فيها. كنت دايما برد، لكن دلوقتي النهارده ما بقتش ارد، بقيت اتفرج على الكومنتات بس. الحمد لله جيشنا بقى، جيش الكابتن، وبشكره من عندك لان الحمد لله ورايا جيش. الحمد لله ده ما بقتش ارد خلاص على كومنتات خالص، والله لك الحمد اصلا ما بقاش يجي لنا كومنتات سلبيه، لان الحمد لله المحتوى لو حضرتك اكيد شفت المحتوى ما بيسيئش لاي حد خالص يعني. طيب في ناس بتشوف ان وجود اطفال في فيديوهات او سوشيال ميديا زي ما حضرتك بتقول ان ده يعني مؤذي للطفل، يعني ان الطفل ما ينفعش ان انا ادخله على السوشيال ميديا وابتدي يشوف كلمه او حد يقول له تعليق يجرحه، وفي الاخر هو طفل ممكن، مش ممكن، هو طبيعي الطفل مش هيتحمل اي شكل من النقد، وخصوصا ان اللي بينقد من نوعيه ناس ما بتفرقش ده صغير او كبير. بتتعامل ازاي في حاجه زي كده بالنسبه لجودي بقى؟ هي برده متفهمه الموضوع دوت، واللي هي
بتخش ومساعات بترد على الكومنتات. لا قوليلي قوليلي يعني بتتعاملي مع النقد ازاي يا فنانة؟ يعني هو لما حد يعني انا يعني ما شاء الله معظم الناس عارفة يعني مش بينتقدوني, فمش بيفرق معايا كلام الناس يعني الكومنتات الوحشه السيئه, فمش بيفرق معايا يعني مش بيهمني رايهم غير بس الناس اللي بتكتب لي يعني حاجات حلوه, دول اللي بيفرق يعني. لو حد قال لي ما تكمليش انا مش هاخد برايهم, عشان في ناس كتيره اكتر منهم عايزين اكمل, فانا مش هاخد برايهم واخد بس براي الناس الحلوه. طب تنصحي بايه بقى اي حد بيعمل شغلانه او بيحب حاجه وبيجي له نقد سلبي وبيبقى بقى متضايق وعايز يبطل, تقولي له ايه؟ طبيعي يعني هيقابل حاجات وحشه وحاجات حلوه, فلازم لازم يستحمل عشان ممكن برضو في الاخر يلاقي حاجه حلوه. تاخدي عليك جميل حكم انا بتحلم والله بجد. انا عايزه انا بيجي لي ساعات حاجات بتضايقني, المفروض اتضايق بقى ولا لما الاقي حد يبعت لي لو بس حاولنا مش قصدي انا يعني لو حد ضايقك كده ممكن ربنا يجي له اللي ضايقه. كم تودين تودين؟ لا انا مش عارف مش سالك معاك اصلا, مش عارف اتعامل. قصدي يعني لو حد اصلا عمل فيها انا حاجه وحشه او مش بيتمناني الخير فهو عمل حاجه فيها وحشه, فكما تدين تدين. كما تدين تدين يعني راجع لك يعني. وانا بقى لما حد مثلا الصبح وانا بتكلم كده وحد بقيت لي يقول لي ايه انا ما بحبكش اعمل ايه؟ الله يسامحك. الله يسامحك. وجوايا اعمل ايه بقى عشان اعرف ان انا ما اتضايقش بقى؟ والله يسامحك من جوايا بقى, من جوايا ما جوايا في بموت من جوه. تنصحيني بايه بقى؟ ممكن ما يفرقش معايا الكلام ده. انت بتفرقش معاك الحاجات دي عادي, اللي يتكلم يتكلم. انت فنانه والكلام ده ما بيأثرش فيكي. ايه خططك اللي جايه يا جودي بقى؟ يعني انت نجمه, يعني انت نجمه ومكسره الدنيا على تيك توك والفيديوز بتاعتك ملايين. ما شاء الله. في واحده ست اتسخطت معايا. طيب قولي لي بقى ايه يعني ايه المستقبل, بتفكري في ايه, تعملي ايه بقى؟ اطلع يعني يعني ممثله شايفه او موديل يعني. او موديل. طب بتعرفي تغني كمان ولا مالكيش في الغنى؟ لا لا لا. ليه يا اختي؟ ولا جه في دماغي اصلا اصلا. بس انت صوتك حلو, حاسس ان انت لو غنيتي هيبقى صوتك جميل في الغنى, خديها مني. بصي هي بدأت تفكر. لا هو انا اصلا مش لسه فكر, انا واخده قرار. واخده قرار. قرار ايه بقى؟ ان صوتي وحش. لا انت صوتك جميل, انت جميله, انت جميله وصوتك صوتي جميل. مش قطعتك. صوتي تمثيل كلام, ما اجي اعمل مشهد حاجه, لكن اغني لا مستحيل. مش طربي. انت بتتعاملي في المدرسه مع صحابك ازاي بقى؟ لا هو قبل ما نعلى شويه وكده يعني. فما كانش لسه في ناس تعرفني. لكن لما جت كورونا كان في ناس بقى تعرفني كتير. قعدوا في البيت بقى ففضيوا, فانت كانت مصلحه ليكي بقى, يعني المصيبه جات لك انت بمصلحه يعني. انا اصلا كسبتي بقى, الناس عرفتني في المدارس وكده لما كورونا جت. بس طيب خلاص انت رجعتي المدرسه بقى, الاستقبال بقى عامل ازاي بقى؟ هنوقف عشان كورونا, لسه ما رحتش لحد دلوقتي. ايه مدرسه اللي واقفه دي؟ مفيش مدرسه واقفه. انا واقفه. انت حضرتك لسه ما بداتيش الدراسه يعني. طب يعني لما ترجعي مثلا المدرسه او تروحي النادي او حاجه؟ عايزه اروح يعني. عايزه تروحي؟ لا انا هخلي بابا يوديك, ما تقلقيش. طب هتتعاملي ازاي بقى مع المعجبين بقى اللي هيجمعوا عليكي صحابك في المدرسه بقى؟ ما انا نفسي اشوف الوضع. نفسي عشان كده. انا عايزه اروح عشان كده اصلا, عايزه اروح ازلهم. فصل ونفسي دي. في غل جوه. انا حاسس بيكي. لا بجد عشان يا ريت. بقى لي كتير قوي قوي ما رحتش المدرسه. اخر مره رحتها كنت رايحه بطلع. بس احنا عايزين يا جودي نتفق اتفاق ان ما ينفعش التيك توك والفيديوز تاثر على مذاكرتنا والدراسه والحاجات دي. المفروض ان انت فاهمه الكلام ده. كتير قوي 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 ما صورناش. طب والمذاكره عامله ايه؟ والمذاكره ربنا يختي معاكي والله. ما بتتعبيش قوي ليكوا معنا. هنروح بس الفيديوهات اسهل منها. فالختام ختام حلقتنا, احنا النهارده ضيوفنا جمال جدا, ضيوف موجودين على تيك توك وزي ما بنقول كل حاجه فيها الحلو وفيها الحاجه اللي انت ما تتفرجش عليها. لكن انا بقول لكم هم بيعملوا حاجه حلوه جدا, هم عيله جميله ظريفه مصريه جدا, محافظين على العادات والتقاليد. ما فيش حاجه ان انت تتفرج تقول هو ايه اللي بيعملوه ده, هم في حاجات غريبه بتحصل. وخصوصا استاذ خالد ان في حاجات في لايفات غريبه, وفي حاجات انا اسف الكلمه بتبقى اشبه ما تكون بالتسول.
لكن انا بصراحه قبل ما تيجوا انا مسكت الفيديوهات فيديو فيديو، لقيت ان انتوا بتعملوا الحاجات دي، بالعكس انتوا بتقدموا مجرد محتوى حلو للناس يتفرجوا عليه. تمام، والاجمل بقى كمان الحمد لله برضو حتى اللايفات، اكيد في لايفات كتير جدا للاسف يعني مش كويسه، بس احنا بنعمل، انا في لايف بنعمله يوميا زي البرنامج بالظبط يا احمد، كل يوم من الساعه 1:30 لحد الساعه 4:05 بالليل، لايف عباره عن اسئله حلو برعايه اخونا الكبير، حد محترم جدا جدا اسمه الامين. بنفتح عنده لايف بيلم اكتر من 200 شخص والمشاهدات بالالاف. في اللايف دوت بنعمل، بنجيب اسئله عامه، اسئله حاجات ثقافيه يعني. ثقافيه جدا. واسئله دينيه واسئله رياضيه، واللي بيكسب بنطلعه على الجست وياخد هديه جميله. عايز اقول لك 3 ساعات يوميا او ساعتين بنبسط اكتر من 200-300 شخص بيخش عندنا لايف بيستفادوا معلومات جميله جدا جدا. فانا وجوايز كمان طبعا، جوايز قيمه جدا. عايز اقول لحضرتك هدخل معاكم والله زحمه، لو فعلا حضرتك لو دخلت فعلا هتحب الموضوع جدا. عايز اقول لك ان احنا فعلا من مكان حضرتك هنا لازم اشكر الشخص اسمه الامين. ماشي. بجد لازم يستاهل ان انا اذكر اسمه وكل الناس اللي بتتابع علينا طبعا. يا جودي انا هسيبك انت اللي تختمي الحلقه، تشكري بقى الناس وتسلمي عليهم وتختمي البرنامج النهارده. انا طبعا كل ما اروح في حته وكل يعني ما اكون في حته كويسه كده طبعا ده فضل ربنا، ثم تاني حاجه الناس طبعا. فعايز اشكر طبعا اول حد ماما اللي شجعتني، وتيتا مامة مامتي ومامة بابايا وجد برضو بابا بابايا وبابا مامتي. احب اشكرهم. ودلوقتي انا متأكدة 100% ان في ناس انا بحبها قوي من جيش الكابتن وبتفرجوا عليا، والله متأكدة. وهم برضو هم اللي شجعوني وهم اللي وصلونا. اخر نصيحة تنصحيها للولاد والبنات مع بداية الدراسة بقى والحاجات دي، تنصحيهم بايه بما انك فنانة؟ انصحهم بايه؟ ربنا معاهم. طب والناس اللي يعني في حد بيقولك عجبني كلامك على النقد، تنصحي اي حد بيتعرض لنقد وناس بتزعله بايه؟ تقوليها له تاني عشان هو كان عايز يسمعها مره كمان. الله يسامحك يعني لو عايز ترد الله يسامحك وخلاص، لكن ما يوجعش دماغه بقى ويفضل يرد ويتعب في اعصابه يعني. لا. طيب. او ممكن لما يجي يرد على الاحسن، يعني يقول مثلا يشوف هو عايز ايه ويعمله، او يشوف ايه هو الحاجه اللي احنا نغيرها عشان يعني نعجبه كده. انت تعجبي الدنيا كلها والله، انا مبسوط بك النهارده. انا بصراحه النهارده انا بالنسبه لي انت اكتشاف عظيم جدا، وسامعين بقى تعاون مع النجم تامر حسني وتعاون مع النجم احمد حلمي، فخلاص ما حدش عارف يكلمك تاني. لا هتتواضع يا جودي معانا ولا الموضوع ولا خلاص بقى؟ هتتواضعي لما تبقي نجمه كده، ولا هتشوفيني بقى وتقولي انت مين؟ طيب انا عايزك تقولي للناس بقى تشكريهم ان هم كانوا معانا، وتقولي لهم باي باي بقى، واسيبك انت اللي تختمي حلقه النهارده. طبعا يا رب يكون الحلقه عجبتكم، ويعني مش هقول لهم شكرا ونتقابل بقى بكره. شكرا ونتقابل بكره تاني. بس وكان معاكم مين؟ كان معاكم جودي. جودي شكرا. وبابا خلي الكابتن. ايوه.